السلام عليكم خاوتي اصحابي، سلام عليكم، تحياتي لكم مباشره من برباس. اليوم رانا مع اخونا داود. السلام عليكم، واش راكم؟ لاباس؟ واش راك خويا داود؟ كيف امورك؟ مرحبا بك اخويا. واش راك في برباس خويا؟ رانا في الحومه. كيف راكم عايشين؟ كيف راكم عايشين خويا داود؟ والله الحمد لله، رانا مع خدمه كثار. برد على هذه الايام؟ برد اخويا. خويا داود كيف الحياه هنا؟ كيف حياه الغربه هنا وكيف راكم؟ والله الحمد لله، الغربه في الصيف في الديبي تجي لك صعيبه، والانسان كما كيقولوها كاين زوج طرقه كيدخل في الديبي، كاين الطريق الحلال وكاين الطريق الحرام. الله يبارك. واش وازي كما كيقولوا؟ في الحلال ان شاء الله. بيان سور الانسان كما قلت لك، الانسان اي انسان كيدخل كاين عندنا قدامو زوج طرقه، كاين الطريق تاع الحلال وكاين الطريق تاع الحرام، والانسان كل واحد وكيفاش الهدف ديجا في راسه وكيفاش كيخدم، لازم عنده خطه الطريق. بيان سور كل واحد وكيفاش مديسيدي وكيفاش حط في راسه واش راح يدير، كاين اللي جاي يخدم، كاين اللي جاي يدور، كاين اللي جاي يحوس، كاين اللي يحوس، كل واحد وكيفاش. كيف جاتك الفكره تاع الهجره خويا داود؟ والله الضحكه هكذا نكذب عليك. ايه. جامي قلت والله جامي قلت اوروبا بضحكه. اه. لقيت روحي هنا هكذا. والله ضحكه. جيت واش مساله؟ جيت 2016. اي والله جيت. كيف جيت؟ كيف جيت؟ جيت بحر، انا جيت على عمي القذافي على ليبيا. على ليبيا كنت جيت على ليبيا انت. كيف غامرت بحياتك؟ والله ما ضحكه قلت لك، على كل حال ما خممتش الشيء هذاك، انا كي ديما ما خممتش الشيء هذاك. ما جيت ما سمعت البوطي انت؟ من البوطي. اه سمعت البوطي. اوكي، وجاتك الفكره تغامر هكذا و... والله يا عمي صراحه شنو راح نقول لك، ما خممتش في السؤال هذيك تاع الغامر وهذيك. ايه. ما خرجت طول، ما جات كلمه نخرجوا وخرجنا. جيتوا ليبيا؟ من ليبيا وين رحتوا؟ ليبيا خرجنا لايطاليا، لايطاليا دخلنا لهي. شحال درتوا في الحر اخويا داود؟ والله درنا واحد 16 ساعة هكذا. عليك. ربي يعافظك، الله يعافظك، تهلا في روحك، الله يعافظكم. صحيح. السلام عليكم. سلام لاباس، الله يعاونكم، السلام عليكم. سمعنا. جينا خرجنا درنا 16 ساعة على كل حال. عاود واش مفصل هذا؟ واش مفصل كنتو؟ آخر كيفاش هو الصيف؟ صيف ربيع. في ماي، في رمضان. سخونة في رمضان. في رمضان. كتبنا ربي الحمد لله، الانسان كما كيقولوها كلش بيد ربي سبحانه، فهمت؟ الا كان كتب لك ربي كان الطقس مليح، كان الطقس مليح، مش كيما دوك الايام ساكن راهم يموتوا ربي يرحمهم. هذا مغامره، خطر. معليش الانسان بالك، انا ما نقدرش، انا جيت ما نقدرش ننصح الانسان نقول له ما تجيش، فهمتي؟ بس انا عديت عليها، فهمت؟ بس الانسان ما يغامرش بروحه حتى يشوف حاجه وما كيحب يخرج، ما نقولش انا خرج على كل حاجه، كل واحد وكيفاش. بصح الانسان كيخرج يخرج كما كيقولوها، يشوف فلوكه مليحه، خيط مليح، كل واحد وكيفاش. ويختار الفصل مليح. الفصل مليح. وهي كانت تكون بالفيزا خير. ايه ويضرب فيزا كما كيقولوها، قدام لا تخرج ضرب فيزا، ان شاء الله بالك يعطيوك، بالك سي لا شونس تاعك. كيف كانت البدايه اخويا من طليان؟ من طليان الحمد لله دخلنا هنا، سوفرينا على كل حال الشهور الاولين. ايه. ومن بعد فرج ربي. في الصيف كانت الحاله سخونه. سخونه احنا الحمد لله، جينا سوفرينا شويه هنايا وما تفرجت. كاش معاونوك تاعنا هنا كشما؟ والله عاونونا الحمد لله. ربي يجازيهم. كيقولها سمعت. عاونونا وعاوننا الناس وهذه. ربي يجازيهم. سمعت ربي. وانت تعاون الناس ورايح واحد يعاون واحد. هذه هي ورايحه وشي. هذه الدنيا، حنا ثاني عاونونا كي جينا. بيان سور. خير شوف دير الخير ما تلقى غير الخير. دير الخير تلقى الخير. كما كيقول وتبع الطريق الحلال وخلاص. ان شاء الله بعد ذلك انت عندك ميتي. الحمد لله عندي ميتي. واش عندك؟ نخدم كوافور انا. حلاق. حلاق. الله يبارك. وننصح انا الناس اللي حابه تجي، نحب ننصحهم نصيحه بوجه الله. يا حويا خويا حب اوروبا دير ميتي ديالك، دير السلاح تاعك وروح. فهمت؟ بيسك هنا بلا ميتي ما تعيش، يعني كي نقول لك تقعد تما في البلاد قد شد حيط وخير من تجي لهنا بلا ميتي. فوالا لي ميتي اللي ملا على كل حال ننصحهم، كاينه كوافور، كاينه ميكانيسيا، كاين الكتريسيا، كاين بنتر، هادو مطلوبين. طولي. طولي شويه. شويه طولي شويه. كيفاش نقولوا؟ المهم صاحب الحرفه دائما طباخ بروفيسيونال يخدم حتى الماكله تاعنا، تسمى يخدم الحوايج تاعنا يخدم. تسمى الانسان يدير ميتي، وما كي تجي هنايا ما معليش ما تعبش. ما تعبش. سوفري ليامات الشهر الاولين شهرين تعرف الناس، صايد شد خدمتك تولي تعرف لي باترو، تعرف هذيك تولي سمعت، تقدر تقدر تنافيغي، تقدر تستالي بيا. ما تكونش عالة على المجتمع ولا خاوتك وشحال يبدو الناس، شحال يبدو الناس. تجي هنايا بلا ميتي تضيع، تضيع هنايا. واحد ما كل واحد وفيه همه، قادر يعاونك انا اليوم، قادر واحد يعاونك غدوه بميسايز، ما مش دايما كما نقولوها. بارك الله فيك، الله يعطيك ما تمنى خويا داود. واش نصيحتك لخوتنا هكذا بصفه عامه؟ والله
والله واش نقول لكم، ربي يسترنا وربي يحفظنا وربي يستركم كاع، وكل واحد واش متمني يعطيه ربي ان شاء الله. امين ان شاء الله. توحش ما توحش؟ والله واش راح نقول لك، بينا بلادنا شكون ما يتوحش بلادهم؟ نكذب عليك، ولاد حومتك، ولاد حومتي، ولا كاع نحيي الناس جيجي كاع اون جينيرال 48 ولاية. ولاية كاع 48 ولاية ثاني. ناس طاير، ناس جيمان ان شاء الله. قول 48 ولاية. 48 ولاية اخوتي. اسمع. شوف خويا داود، الناس توحشوا. اكيد اصحابك ما يعرفوك. بيان سير. كاين اللي راحوا لي درك صايي، بديت نغب. هكذا. بديت ننسى شوية عليهم. حنا تجمع يا اخوان نسلموا عليهم. ان شاء الله كاع. نسلموا عليهم كاع. ان شاء الله. حياة الله في ارواحكم. ربي يحفظك ان شاء الله. صحة داود. صحة.